الرئيس السيسي يتابع مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان. وزراء الخارجية العرب يتبنون قرارا بعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية بعد غياب دام 12 عاما. رئيس مجموعة فاغنر الروسية يقول إن قواته ستبقى في باخموت بعد تلقيه وعدا من موسكو بالحصول على أسلحة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية لهم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل. اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق. قرر وزراء الخارجية العرب استئناف عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وممارسة أنشطتها في الأجهزة التابعة للجامعة بعد أكثر من 10 سنوات على تعليق عضويتها. كما قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة تشكيل لجنة من مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية لإجراء حوار مباشر مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة الداخلية إضافة إلى توصيل المساعدات الإنسانية لجميع أراضي البلاد. وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا أكد وزير الخارجية سامح شكري أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية. حل الأزمة السورية إنه لا حل عسكريا لها وإنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري، ولم تلق هذه التحذيرات أذانا صاغية. ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق أماله المشروعة في غد أفضل. وشدد وزير الخارجية على حرص مصر على تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية انطلاقا من إيمانها بضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية والنأي بالقضايا العربية عن الاستقطاب العالمي. وتولي الدول العربية أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظا على مصالحنا المشترك وأوطاننا وأمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي. دكتور محمد، بعد التحية، قراءة حضرتك لقرار وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا لمقعدها بعد غياب 12 عاما، وأهمية هذا القرار في هذا التوقيت. طبعا يعني قرار مهم جدا، ويعني تصحيح لوضع خاطئ يعني اتخذته الجامعة عبر الـ12 عام الماضية باستبعاد واحدة من أهم الدول العربية وواحدة من الدول المؤسسة لهذه الجامعة وهي سوريا العربية. غير العادية على مستوى وزراء الخارجية، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والسودان وفلسطين. شهدت الدورة غير العادية على المستوى الوزاري المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، تبادلاً لوجهات النظر حول سبل تفعيل الدور العربي القيادي في حل هذه الأزمة الممتدة، وبما يهدف بالأساس إلى تسيير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لها تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وسلامة وعروبة بلاده، اتساقاً مع المرجعيات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023. أكرر مجدداً على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل اتجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة، لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعا. فيما يخص السودان، فإن المجلس الوزاري العربي ارتأى عقد دورة غير عادية نظرا للتطورات الأخيرة والخطيرة والظروف الدقيقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي بلغت ذروتها منذ 15 إبريل الماضي، والتي لا يقتصر تأثيرها على السودان وشعبه ولكن يمتد إلى كل دول الجوار السودان وعلى رأسها مصر وكل دول المنطقة، على ضوء ما يجمع السودان بتلك الدول من علاقات متشعبة في مختلف المجالات. إن الموقف المصري منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان ارتكز على دعم السودان وعلى كافة المستويات والمطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والاشتباكات المسلحة، حرصاً على حياة المدنيين وحفاظاً على مقدرات الدولة السودانية الشقيقة، ودعم الجهود العربية لحلحلة الأزمة انطلاقاً من ارتباط الأمن القومي للبلدين كل منهما بالآخر. وحثت مصر الأشقاء في السودان على الحوار والعمل معاً كشركاء لا كخصماء. هناك أهمية وضرورة بالغة للتحرك العربي السريع والمؤثر حالياً، ومن هنا جاء قرار إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لوقف إطلاق النار والسماح بالممرات الإنسانية لاحتياجات المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تعريضها للخطر الانهيار الذي يهددها حالياً. وكعادتها في موقفها الثابت من الترحيب بأشقائها السودانيين، استقبلت مصر منذ اندلاع الأزمة حتى الآن عدد وفير من المواطنين السودانيين، كما ساهمت في إجلاء نحو 4000 من الرعايا الأجانب في السودان خلال نفس الفترة. هناك حتمية لعودة للحوار السياسي في السودان في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والتي يتعرف فيها الوطن لأخطار وجودية ووضع اعتبارات مصلحة السودان وأمنه فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى.
من ناحية أخرى، انعقدت اليوم دورة غير عادية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين. تم خلالها تناول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، وكيفية العمل على إحياء العملية السياسية وإطلاق عملية تفاوضية تهدف لتحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا على حسن الاستماع، ويتفضل معالي الأمين العام. شكرا، شكرا سيادة الرئيس. أنا الحقيقة ليس لدي نقاط أستطيع أن أطرحها. أتوقع الكثير من الأسئلة، ولما كنت أتوقع هذه الأسئلة فيهمني أن أنا أسبقها ببعض النقاط لعلها تفتح الطريق للأسئلة. القرارين اللي تم تبنيهم النهاردة، قرار على السودان، وأحد العناصر الأركان الرئيسية لهذا القرار هو تشكيل لجنة متابعة وتواصل واتصال من مصر، المملكة العربية السعودية والأمين العام للتواصل مع أطراف النزاع، للتواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف زي ما هو باين في القرار الخاص بالسودان. فيما يتعلق بالقرار الخاص بسوريا، فبالإضافة إلى الدعوة إلى عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، هو أيضا قرار بينشئ لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام، وهو أيضا وهي لجنة أيضا مهمتها متابعة تسوية القضية السورية. عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أنه مسار التسوية للأزمة السورية هتأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرج فيها، ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات. أيضا هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا، هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة. نحن نتحدث في هذا القرار عن شغل المقعد وتشكيل اللجنة للتواصل مع الحكم في سوريا والحكومة السورية. فعودة سوريا هي بداية للطريق وليس نهاية للمسار. هذا لا يفترض أن الأزمة السورية حلت، بل على العكس، هو يدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة الضاغطة على سوريا. وهناك عناصر كثيرة جدا تم مناقشتها سواء في عمان أو في اجتماع جدة. والقرار بيتناول الاقتراب من المشكلة السورية بشكل تدريجي، وهو بالتالي قرار واقعي للغاية، لأنه يعلم أنه لا يمكن تسوية هذه القضية في يوم أو في شهر، فهي هتاخد وقتها. هذا يعني أنه الحكومة السورية سوف تتواجد في كافة مداولات الجامعة العربية ومنظماتها الإقليمية واجتماعاتها الوزارية، ما بين اجتماعات المندوبين إلى القمة، وسوف نقوم بإخطار الجانب السوري ربما مساء اليوم ربما صباح باكر رسميا بهذا القرار وعناصره كلها. شكرا جزيلا سيادة الرئيس.
الأمانة العامة ولرئاسة الجلسة فيما يتعلق بهذا القرار البند 3 والبند 5 المتعلق بالعودة. في 3 بنتحدث عن مسار، هو مجرد خطوة على طريق كما أشرت حضرتك، وهو كان نتيجة لجهود سابقة تم البناء عليها. في قرار 2011 كان هناك إشارة إلى أن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية مرتبط بعدم تعاطيها مع ما سمي آنذاك بالمبادرة الحل العربي. هل حصلتم سواء عبر اللقاءات التمهيدية في جدة أو في عمان على التزام من الطرف السوري بأن يتعاطى إيجابيا مع هذا الأمر، لأن المعترضين على هذا القرار كانوا يرون أن على الجانب السوري أن يقدم أيضا خطوات في هذا الاتجاه؟ هل لدى الأمانة العامة أو رئاسة الدورة اتصال بالجانب السوري، يعني يعطي من خلالها هذا الجانب السوري التزاما بالمضي قدما في حل المشكلة الأساسية للأزمة السورية، ومن ثم يصبح هذا القرار يعني ذي جدوى ومن الممكن البناء عليه؟ شكرا جزيلا. أتصور أنه واضح أنه القرار أشار بشكل واضح إلى المخرجات الخاصة بالاجتماع الذي عقد في جدة وما تلاه من اجتماع عقد في عمان والبيان الذي صدر وانضم إليه وزير خارجية سوريا. وهذا البيان متضمن كافة الأبعاد الخاصة بالأزمة السورية وضرورة التفاعل الإيجابي مع كل المكونات سواء كانت سياسية أو إنسانية وقضايا أخرى ذات تأثير على المحيط الإقليمي، وقضية تواجد القوات الأجنبية وضرورة تفاعل سواء الحكومة أو كافة المكونات السياسية السورية من أجل التوصل إلى الحلول التي يرتضيها الشعب السوري وتؤدي إلى استعادة سوريا لكامل سيادتها واستقرارها وأمنها، ووفقا للمرجعيات الدولية ومقرراتها وعلى رأسها القرار 2254. فما تم إبداؤه من قبل الحكومة السورية خلال اللقاءات الثنائية التي عقدت قبل الاجتماعين وثم التداول الذي تم خلال الاجتماعات يؤكد، وكما تحدثت في الكلمة في الجلسة، بأن هناك مسؤولية تقع على الجميع، وإنما هو إسكاء مشاهدينا. تابعنا وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وهو الاجتماع أو المؤتمر الصحفي الذي نشاهده الآن على الهواء مباشرة، حيث أعلن سامح شكري أن قرارات اليوم التي تم التوصل إليها من اجتماع وزراء الخارجية العرب، هذا الاجتماع الطارئ جاء من أجل تفعيل الدور العربي القيادي لإيجاد حل للأزمة السورية اتساقا مع القرارات الدولية للحل. أيضا تحدث معالي وزير الخارجية على أن الحكومة السورية عليها وعلى كافة الأطراف المشاركة في إيجاد هذا الحل للأزمة السورية. تحدث أيضا، اسمحوا لي رحب بحضراتكم جميعا النهاردة معنا في هذا المؤتمر الصحفي المهم اللي بنشرف فيه بتواجد السيدة ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ويمكن عشان المسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، دي المنظمة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، اللي هو صلب عمل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
والحقيقة هذا البرنامج طبعا يعني برنامج مهم جدا ومسؤول عن هذه القضايا اللي بتهم عدد مليارات من البشر على مستوى العالم كله. والحقيقة يمكن كان هناك تفاوض مع هذا البرنامج على مدار الفترة الماضية أن تقوم مصر بالتعاون مع البرنامج في استضافة المنتدى الحضري العالمي رقم 12. والحقيقة هذا المنتدى بيعتبر يعني عشان بس نشبهه لينا كلنا بيبقى مماثل ومشابه للكوب اللي احنا الحمد لله مصر نجحت في تنظيمها بطريقة أشاد بها العالم في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ. والحقيقة يمكن يعني النهاردة أنا شرفت بحضور وشاهدت توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم المؤتمر اللي هيبقى مقرر لي إن شاء الله نوفمبر 2024. فالحقيقة يمكن أهمية هذا المؤتمر العالمي إن برضو بيحضروا الحقيقة أعداد كبيرة جدا من كل الخبراء المعنيين على مستوى العالم، وبيبقى فيه تواجد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أيضا، وإن شاء الله هيبقى بيتم استضافته في محافظة القاهرة. والنهاردة الحقيقة السيدة ميمونة يعني كان في لقاءات متواصلة مع السيد وزير الإسكان والسيد وزير التنمية المحلية، كانت في زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، والحقيقة يعني أبدت انبهارها الشديد بالمصر قدرت أنها تنفذه في هذا النموذج الناجح لإنشاء المدن الجديدة. وطبعا بإذن الله هيبقى التنظيم بتاع الفعاليات لهذا المنتدى العالمي الكبير زي ما قلت لحضراتكم في نوفمبر 2024 داخل محافظة القاهرة، وهيبقى بيناقش القضايا اللي تخص التنمية العمرانية والإسكان في ضوء التحديات اللي العالم كله بيواجهها النهاردة، وإزاي التركيز على موضوع الاستدامة في ضوء طبعا المشاكل اللي العالم كله بيقابلها. فيمكن مش عايز أطيل على حضراتكم، ومرة أخرى برحب بالسيدة ميمونة شريف وزيارتها لمصر، والنهاردة ان احنا بنشهد توقيع فعاليات استضافة مصر لهذا المحفل الدولي الهام جدا اللي ان شاء الله هنبقى بننظمه العام القادم بإذن الله. مسز ميمونة. Thank you very much, Mr. Prime Minister. بسم الله الرحمن الرحيم. لك سيادة رئيس الوزراء. Your Excellency Dr. Mustafa. سيادة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، السادة الوزراء، السادة الوفود والحضور، الزملاء الصحفيين والإعلاميين، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير لكم جميعا. إنه لمن دواعي سروري أن أعود مرة أخرى إلى مصر وإلى القاهرة، وكذلك أن أعود لنبدأ رحلة شيقة للغاية للجلسة 12 من المؤتمر العالمي. الخطة كما أعلنها رئيس الوزراء الآن أننا سوف نعقد هذا الاجتماع في نوفمبر من عام 2024. اسمحوا لي كذلك أن أعبر عن تقديري الشخصي لسيادة رئيس الوزراء لأخذ هذا الوقت من جدوله الممتلئ لكي ينضم إلينا في هذا الاجتماع اليوم. وهذا الإنجاز كان محوريا في جعل هذا الحدث واقعا، ونحن في الواقع ممتنون للغاية لالتزامكم بالحفاظ على التنمية العمرانية المستدامة ودعمها. هذه رحلة أنتم تبدأونها اليوم، وهي قد بدأت بالفعل منذ عام مضى، ونحن نعلن أن الاجتماع 12 سوف يتم استضافته في القاهرة الجميلة التاريخية. كما تعلمون فإن المنتدى العالمي هو من بين أهم المنتديات التي تعقد في مجال التنمية
التنمية العمرانية، حيث يتم الاجتماع من خلال الوزراء، الأكاديميين، الأساتذة، وكذلك كل المتخصصين في مجال التنمية العمرانية كي يتبادلوا وجهات النظر والأفكار بشأن المستوطنات البشرية. وللمرة الأولى منذ 20 عاما فيتم عقد هذا الاجتماع في القارة الإفريقية، ويتم استضافته في مدينة كبيرة مثل مدينة القاهرة يسكنها تقريبا 20 مليون شخص. لذا هذا المنتدى العالمي كذلك يأتي كنقطة محورية في عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال المنتدى الإقليمي والعالمي فإن المدن كلها تساعد بعضها البعض وتسرع من عملية تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة. وأنا واثقة من أن المسار السابق للمنتدى العالمي سوف يعززه هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة، وسوف يضع كذلك مقاييس معيارية جديدة كي تتبعها كل المدن في كل أنحاء العالم. في الاجتماع السابق في كوالالمبور في ماليزيا كان لدينا تقريبا 24 ألف مشارك، وكانت هذه مشاركة كبيرة للغاية. في أبو ظبي أثناء الاجتماع العاشر تمكننا من أن نصل إلى مساواة في الحضور، ونحن نكرر هذا مرة أخرى في الاجتماع الحادي عشر حيث كانت المشاركة واسعة. ونحن كان لدينا كذلك أهم اجتماع عالمي شارك فيه الكثيرين من مختلف أنحاء العالم، أخذين في الاعتبار احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية. وبطبع هذا المنتدى العالمي ليس فقط لكي يحقق كثير من السجلات والأرقام القياسية، ولكنه يهدف إلى اتخاذ إجراءات تنفذ على أرض الواقع. فالهدف منه هو أن نتأكد من أننا لن نترك أحد يتخلف عن الركب، وأننا كلنا سوف نتخذ الإجراءات الهامة، خاصة الإجراءات التي يمكن أن تنفذ على أرض الواقع. وأنا واثقة من أننا نستطيع أن نقدم أمثلة من خلال هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في القاهرة، حيث أنني قد ناقشت هذه المسألة مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية في مصر هذا الأمر، ورأينا الإجراءات التي يمكن من خلال العمل عليها بشكل جماعي أن نجعل كل مدننا تتمتع بالصمود والمرونة. ونحن نسعى لكي نعقد هذا الاجتماع في القاهرة، فهذا أفضل مكان يعقد فيها الاجتماع. مصر أم الدنيا. لذا رئيس الوزراء نقدم لك كل دعمنا والتزامنا والتزام كل فريقنا، وكذلك كل الفريق الموجود في دولة المقر، وكذلك المنسق المقيم الموجود معنا. كل الفريق سوف يعمل معكم ومع وزارتكم أثناء عملية التحضير للاجتماع. نشكركم مرة أخرى، نشكر حكومة وشعب مصر على هذه الفرصة لتنفيذ الاجتماع 12 هنا في القاهرة، وأنتم سوف تقدمون ما تم إنجازه حتى الآن. شكرا لكم. بسم الله الرحيم. معالي دولة الوزراء السيدة ميمونة شريف، بنرحب بحضرتك مرة تانية في القاهرة. والمنتدى الحضاري العالمي 12 أعتقد هيكون في بيئة أكثر خصوبة لمناقشة قضايا العمران والتحول العمراني. المنتدى الحضاري العالمي 11 في كاتوفيستا كان بيتحدث عن التحضر والتغيرات المناخية. أعتقد أن احنا في القاهرة هيكون العنوان الكبير للمنتدى تحول المدن إلى مدن أكثر استدامة تحقق الأمن والصحة والسلامة والاحتواء لقاطنيها. هي فكرة أكبر لمفهوم المدن والعمران من وجهة النظر، ليست وجهة نظر نظرية مبنية على افتراضات أو تجارب بسيطة، إنما هتكون التجربة عميقة، حيث أن تجربة التحضر والمجتمعات العمرانية في مصر هي تجربة عميقة جدا وقديمة جدا. مصر فيها أكثر المدن وأساليب العمران من ناحية التاريخ،
وفيها أكبر تجربة مدن جديدة وتحولات متعلقة بالإسكان بمستوياته المختلفة. أعتقد التجربة هتكون ثرية جدا بحيث أنها تتيح لكافة الأطراف المعنية ذات الصلة بقضايا العمران والتحضر أن يكون في مناقشات للوصول إلى أفكار تساعد المدن على الصمود في ظل التغيرات اللي بتحصل، والمدن تكون أكثر استدامة وأكثر خدمة لقاطنيها. التعاون مستمر ما بين الحكومة المصرية وبرنامج المستوطنات البشرية لفترة طويلة، ووزارة الإسكان بيسعدها وبيشرفها إن هي بتحتضن المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة. كمان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان ليها الشرف في عام 2021 إن هي حازت على جائزة الشرف للتنمية المستدامة اللي بيقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودي أكبر جائزة بيقدمها الأمم المتحدة للهيئات والمنظمات العاملة في مجال التحضر والتنمية المستدامة لمجهودات الدولة المصرية عموما في برنامج الإسكان الاجتماعي. أعتقد استمرارا لهذا المجهود ومجهودات أخرى كثيرة، يعني لنا أن نذكر بس منها على الأقل أن البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شريك رئيسي في إعداد كثيرا من المخططات للمدن المصرية القائمة وبعض المخططات للمدن الجديدة، ومنها مدينة العالمين الجديدة اللي تم إعداد المخطط الاستراتيجي لها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أعتقد إن شاء الله المنتدى الحضري 12 هتكون تجربة فريدة واستفادة كبيرة للجهات المعنية وكل المشاركين في هذا المؤتمر. شكراً دولة رئيس. شكراً. شكرين. شكراً يا جماعة. بشكر حضراتكم جميعاً، وطبعاً نتمنى التوفيق إن شاء الله وتكون دورة ناجحة كما كانت يعني دورة الكوب 27. وزي ما سمعتوا حضراتكم بيبقى مستوى الحضور ممكن بتبقى بأعداد بتتجاوز 20,000، وده بيبقى طبعا عدد ضخم، ولكن إن شاء الله مصر بتجربتها الثرية في تنظيم هذه الفعاليات الدولية بإذن الله سنكون قادرين على ذلك. بشكر حضراتكم وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، حيث أعلن عن توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي المقرر انعقاد هذه الدورة في القاهرة في شهر نوفمبر من العام القادم 2024. تم اختيار مصر لاستضافة هذه الدورة من المنتدى الحضري، وهي الدورة 12، لعدة أسباب، منها النجاحات التي حققتها مصر في مجال التشييد والبناء والمجتمعات العمرانية، إلى جانب النجاح الملموس الذي حققته مصر في استضافة قمة المناخ ونجاحها في استضافة العدد الضخم من الزائرين لقمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27. مشاهدينا، وعودة من جديد إلى الجامعة العربية والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم. فعلا عقدت جلسة خاصة استثنائية للنظر في مشروع بيان صادر عن هذا الاجتماع الوزاري بمناسبة الوضع في فلسطين وفي الأراضي المحتلة، وفعلا صدر هذا البيان بتوافق كامل بين كل الأطراف أعضاء الجامعة،
واعتقد انك انت اطلعت على الطلاط عليه، بياخد وبيتناول كافه محاور القضيه الفلسطينيه. اتصور ان الاهتمام مركز خلال هذه الدوره الاستثنائيه على القضيه السوريه والازمه السوريه والازمه السودان والقضيه الفلسطينيه، ثلاث مواضع رئيسيه للاهتمام الشان العربي تم تناولهم في اطار العمل العربي المشترك تعزيزا لدور جامعه الدول العربيه، وهذا ما نركز عليه اليوم. شكرا جزيلا. شكرا يا جماعه. مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع المؤتمر الصحفي لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومعالي وزير الخارجية سامح شكري في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ. هذا الاجتماع الذي تناول ثلاثة محاور، هي ملف عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، والأزمة السودانية، وأيضا الأزمة الفلسطينية والأوضاع في الأراضي المحتلة. كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد تحدث في أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي على أن عودة سوريا هي بداية حركة ولكنها نهاية مسار. مشاهدينا، وعودة لملف المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء وما تم الاتفاق عليه من توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة مصر لعقد الدورة 12 من المنتدى الحضري العالمي والذي سيعقد بالقاهرة في شهر نوفمبر من العام القادم. معنا للمزيد من المتابعة حول هذا الملف دكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة ورئيس اتحاد مؤسسات أفريقيا للقضاء على العشوائيات. برحب بحضرتك دكتور الحسين. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. دكتور الحسين، بداية، أهمية عقد المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 بالقاهرة في نوفمبر من العام القادم من وجهة نظرك. هو طبعا أهمية الدور اللي قامت به مصر على مستوى القارة السمراء ويمكن على مستوى الشرق الأوسط في فكرة بناء مدن على طراز التنمية المستدامة بشكل كبير. يمكن عندنا في مصر أكثر من 30 مدينة اتعملت في خلال 7 سنوات في 40% مسطحات خضراء، وتعد من المدن التي فيها إبراز لأهمية التنمية المستدامة بشكل كبير، وده يمكن ما حصلش قبل كده. فكرة المشروعات التي قامت بها الدولة من أجل يعني بناء المستوطنات أو بناء المدن الجديدة اللي عملتها مصر من خلال أكثر من 1,200,000 وحدة سكنية، النهاردة اتعملت مبادرات خاصة بحياة كريمة، اتعملت أشياء خاصة بالتغيرات المناخية اللي موجودة في مصر من حيث برضو الاستضافة اللي قامت بها مصر، بس مش الاستضافة بس، لا ده مصر عملت حاجات كبيرة جدا من ضمنها الاستعدادات اللي بتقوم بها مصر من خلال محطات كبيرة جدا، أكثر من 120 محطة بترصد التغيرات المناخية تابعة لهيئة الأرصاد الجوية اللي هي معتمدة من الـ WMO اللي هي المنظمة الدولية للأرصاد. فبالتالي النهاردة في أهمية كبيرة جدا بتقوم بها الدولة لرصد التغيرات المناخية، ويمكن مصر من أقل دول العالم التي تأثرت بالتغيرات المناخية، نظرا لأن احنا عندنا مراكز كبيرة جدا ومراكز بحثية زي مراكز البحوث الزراعية وخلافه، كل هذه المراكز أسهمت في أن مصر ما يبقاش في أي تضررات من التغيرات المناخية بشكل كبير. النهاردة مصر تفوقت في آلية السكن وآلية بناء المدن الجديدة بشكل طراز معماري متميز، عملت غيرت الواقع الخاص بالعشوائيات وحولته إلى مدن عمرانية لها بعد اقتصادي واجتماعي.
في نفس الوقت عملت مدن اقتصادية، عملت مدن اقتصادية، عندنا مدينة الدواء، عندنا مدينة الروبيكي المتخصصة في الجلود، عندنا مدينة الأساس، عندنا مدينة مختصة بالطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الشمسية، وده مهم جدا لأن الطاقة النظيفة بتعني شيء مهم جدا للمنظمات الدولية زي الأمم المتحدة وخلافه. فبالتالي مصر تفوقت تفوق كبير جدا على مستوى المنطقة، ويجب أن احنا نكون فخورين بهذه المكتسبات اللي على أساسها مصر وقعت النهاردة هذه الاتفاق. نعم دكتور الحسين، ماذا ستفاد مصر من استضافة هذا المنتدى الحضري في دورته 12 في نوفمبر من عام 2024؟ هو طبعا الأهمية كبيرة جدا، أهمية لها بعد اقتصادي بشكل كبير جدا من حيث الاستثمار في الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة بشكل كبير، خاصة أن مصر زي ما بقول لحضرتك اشتغلت في مجال الطاقة الشمسية وفي مجالات في طاقة الرياح، عندنا يمكن في شمال وجنوب سيناء احنا عندنا محطات كبيرة جدا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ودي أعتقد يعني حاجة مختلفة جدا أن أنت تلاقي دولة في الشرق الأوسط بتشتغل بجميع أنواع توليد الطاقة من كل الأسس وخاصة الطاقة النظيفة. فبالتالي ده بيشجع بشكل كبير اقتصادي واستثماري لهذا الشأن في جزء خاص بالسياحة والمقومات السياحية اللي هي برضو هيجوا مع السادة الضيوف اللي هم هيحضروا، هيبقى في تغطية على مستوى العالم واهتمام. وفي ليه مصر بالذات؟ مع كل العالم النهارده بيسال ليه مصر بالذات، لان مصر فعلا النهارده المؤتمر بيتحدث عن نفسه وبيتحدث عن الانجازات اللي هي قامت بها مصر في خلال الايام اللي فاتت، خلال 7 سنوات اكثر من 25,000 مشروع، تريليونات الجنيهات اتحطت في سبيل اسعاد المواطن المصري وتعمير اكثر من 4500 قريه، اكثر من 31,000 عزب وكفر ولجع، مبادره كامله اسمها حياه كريمه بتعتني باكثر من 60% من شعب مصر. اعتقد كل هذه مقومات كبيره جدا هتجعل ان مصر في المقدمه في الايام القادمه. نعم دكتور الحسين، دلالة اختيار مصر لهذا المنتدى هل هي شهادة من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على نجاح مصر في ما يخص عمليات الإنشاء والتشييد على مختلف الأشكال سواء في شبكة الطرق أو المدن الجديدة أو القضاء على العشوائيات وغيرها من المشروعات في مجال التنمية العمرانية؟ هو طبعا كل هذه الأسباب طبعا ناتجة لأن مصر عملت دور في التحضر المستدام في مختلف الأنحاء، حققت أكثر من 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة في فكرة أن لتكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة. وأعتقد يمكن شاملة وآمنة ومستدامة دي في مصر في كل الإمكانيات اللي حضرتك شايفها رغم الجوائح العالمية اللي أثرت على اقتصاديات العالم، لكن قدرت مصر أن هي تعمل هذا النموذج الفريد من نوعه، قدرت تبني مباني ما بنيتهاش في خلال 40 سنة خلال 7 سنوات. ده كله بيعتبر شهادة قوية جدا من المجتمع الدولي بالدور اللي قامت به مصر في آليات وبناء الجمهورية الجديدة. نعم دكتور الحسين، يعني الخطوات القادمة التي تعتزم مصر المضي قدما في إطار مجالات التعمير والإسكان في ظل اهتمام دولي بما حققته مصر من نجاحات، ما هي خطوات مصر المستقبلية في هذا الإطار؟ هو مصر مستكملة جميع مشروعاتها، ما فيش مشروع وقف منذ البداية 7 سنوات إلى الآن، موازنات المشروعات مستمرة، تحويل الأماكن القديمة إلى أماكن حضرية فيها نوع من الاستدامة، ده الاستراتيجية القادمة اللي بتقود بها مصر، إن هي هتحول المدن القديمة إلى مدن ذكية بشكل تدريجي خاصة مع النقل للعاصمة الإدارية بشكل كبير، ده هيسهم بشكل كبير. ده يمكن الخطوات، مصر شغالة في خطة كبيرة جدا في المدن وعواصم المحافظات لتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، استكمال المشروعات الخاصة بالسياحة والترويج السياحي بشكل كبير زي مشروعات يعني اللي هي موجودة في سيناء، مشروع التجلي الأعظم، مشروع المتحف الكبير، كل المشروعات الكبيرة الموجودة، مشروعات النقل الخاصة كمونوريل
خاصه باستكمال مشروعات المترو الانفاق. اعتقد كل ده النهارده هي دي الخطوات اللي شغاله عليها مصر. نعم، اشكرك دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنميه المستدامه ورئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات على هذه المداخله. وعودة من جديد مشاهدينا إلى الجامعة العربية ومتابعة على مدار الساعة لاجتماعات الجامعة العربية واجتماع اليوم لوزراء الخارجية العرب وعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية. ومعنا على الهواء مباشرة مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، ضعنا في المشهد لديك وأهم ما خرج به المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الجامعة العربية الأمين العام أحمد أبو الغيط ومعالي وزير الخارجية سامح شكري. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل تابعنا في الساعات الماضية بداية الاجتماع التشاوري بين وزراء الخارجية العرب الخاص بالملف السوري وعودتها إلى مقعدها الدائم بالجامعة العربية والإجماع العربية على عودتها، والذي تابعناه في القرارات التي صدرت من الجامعة العربية من خلال المؤتمر الصحفي برئاسة سامح شكري وزير الخارجية المصري والأمين العام أحمد أبو الغيط، والذين أكدوا على عودة سوريا من اليوم من السابع من مايو لعودتها لممارسة كافة أنشطتها السياسية والاقتصادية داخل أروقة الجامعة العربية، والتأكيد كذلك على انعقاد أو تشكيل لجنة من عدة دول عربية منها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وذلك لمتابعة التحركات السورية بشأن بعض الملحوظات الخاصة بالدول العربية لعودة سوريا إلى الحضن العربي أو داخل الجامعة العربية، سواء في عدد من الملفات إذا كانت ملفات اللاجئين وكذلك الإرهاب وكذلك الملفات العديدة الخاصة بالاقتصاد وكذلك دعم سوريا في المرحلة القادمة. كذلك تابعنا الملف السوداني والذي كان من ضمن ملفات مناقشات اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، وأهمية دعم العملية السياسية وخاصة وأن الأطراف السودانية تشهد اجتماعا في المملكة العربية السعودية لتوحيد وجهات النظر وكذلك وقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين، وأهمية كذلك الحفاظ على المؤسسات الدولة، وهذا ما دعا إليه السيد أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي بضرورة الحفاظ على المؤسسات الحكومية من هذا الاقتتال بين الأشقاء السودانيين وكذلك دعم العملية السياسية في المرحلة القادمة. بطبيعة الحال نهنئ أو ندعو في المرحلة القادمة لدخول سوريا لعودتها للجامعة العربية، والتأكيد على أن هذه المرحلة ستشهد دعم لسوريا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وخاصة وأن مع تشكيل اللجنة من قبل الجامعة العربية بمشاركة عدد من الدول العربية ستشهد مناقشات حول كيفية هذه العودة وكذلك كيفية دعم الشعب السوري في المرحلة القادمة. نعم، أشكرك الزميل منذر أبو دوح متابعا لوقائع المؤتمر الصحفي لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية سامح شكري عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن الملفات الحيوية الثلاث على طاولة الجامعة العربية، وهي الملف الخاص بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وأيضا القضية الفلسطينية والأزمة السودانية. مشاهدينا، خدمتنا الإخبارية متواصلة معكم على مدار الساعة على شاشة النيل للأخبار، ابقوا معنا دائماً.